من تار الصدري، يعني لم يعترض يعني بشكل أو بآخر على عملية. نعم هو يرفض الحكومة، يرفض الاشتراك بالحكومة، يقرأ ربما جيدا أن حكومة توافقية حزبية لن تكون قادرة على حلحلة مجموعة الإشكاليات المرحلة لا من قبل الحكومات السابقة ولا حتى الإشكاليات الموجودة الآن والتي يعاني منها المواطن العراقي. وبالتالي يعني ربما كنا نتأمل أو نتوقع أن الكتل السياسية سوف تعمل على إطلاق يد رئيس الوزراء باعتبار أن هذه الفرصة الأخيرة لهذه الكتل السياسية. على العموم اليوم الحكومة تشكلت وأصبحت بواقع حال قانونيا دستوريا هي الحكومة الشرعية الموجودة اليوم. التيار الصدري، زعيم التيار الصدري لم يتحدث لا بالسلب ولا بالإيجاب وترك الأمور للمتابعة أو المراقبة. بالتأكيد اليوم يعني تفضلت تحدث عن المنهاج الحكومي. أولا المنهاج الحكومي ليس دستورا، يعني بالنتيجة من الممكن أن لا ينفذ المنهاج الحكومي كما لم تنفذ يعني سابقاتها من المناهج الحكومية التي قدمت من قبل الحكومات السابقة. وبالتالي اليوم أعتقد أن التيار الصدري، القوى الشعبية جميعها اليوم تنتظر هذه الحكومة الائتلافية التوافقية المحاصصاتية الحزبية ماذا من الممكن أن تقدمه. طبعا إذا استطاعت أن تقدم شيء أفضل بالنسبة إلى المواطن إلى الخدمة بالتأكيد يعني الجميع، وأول من يدعمها هو السيد الصدر، لأن السيد الصدر دائما هو يدعم من يعمل للعراق. أما إذا كانت هذه الحكومة حكومة ضعيفة تحت سيطرة وإرادة ورغبة وشهوة الأحزاب الموجودة بالتأكيد يعني أعتقد أن المعارضة الشعبية قد تعود إلى الشارع من جديد.